بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المسلمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالهم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء قريبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك اليمين، اللهم استرنا بسترك اليمين، اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على دين الله. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، يا قاضي الحاجات، يا شافي الأمراض، اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتنقذنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عند أعلى الدرجات، وتبلغنا بها. وہ تنہا کون ہے؟ اللہ ہو اللہ. بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ ہو اللہ. مہربان وہ کون ہے؟ اللہ.